بس ايش عندها بدار خديجة؟ يعني تصالحه؟ انت هني؟ حصريتي لعي. انت هني؟ ايه اشتغل. لا يعني بس اقول هالحزة انت بدارك؟ بداري هالحزة؟ شلون؟ يعني انت ما تقعدين الا الضحى العود. هذاك اول، الحين انا عندي بعارين بتاكل. ايه لازم اقوم مبكر. الله اكبر، الحين ابو خالد صار بعارين؟ انا مو قصدي ابو خالد، قصدي لعلة اللي على قلب ابو خالد. لا وبعد الحلوه تنسه. انزين قولي له خلي يعطيني يوم مثلكم وانا اقوم بواجبات البيت كلها. وي شناوي عليه؟ تقعدين الريال على بساط الفقر؟ يعني بنبوق؟ لا حشاكم، انتوا تبوقون؟ خلينا على حالنا واحنا نعطيكم لقمتكم. وفيها منا. ما عجبكم لا تاكلونا. تبين الصج؟ صج؟ لا والله ناكلها. حتى لو فيها طلاقات. زين ما قلتي لي، شو الغدا اليوم؟ سمك اللي ما تحبه بزة. بزة ما تحب السمك؟ اي تنسفيه وفي خالد. بالسمك والقطو. يلا عاد يلا يلا عاد روحي دارك، يلا فكيني من شرك. زين عاد ايش فيك معصب الله يهداك؟ انا قاعد اتكلم معاك يا خدوجه يا حبيبتي يا بعد عمري. اقول خدوجه زيدي الكيله شويه. قياسك اليوم لا زايد ولا ناقص. هي ظالمه. لقمه لقمه. ليش؟ وايد ذربة ترخصين قبل. صباح الخير. صباح الخير، شفيك؟ لا بس سلامتك، أنا كنت قاعدة بالملحق ضيق خلقي بروحي، قلت خليني هي أسير عليك ونقعد نسولف مع بعض، عاد وأنا جايتك شفتك طالعة من غرفة خديجة، قص وقص. أنا قلت صدقين حسبانكم تراضيتوا، بس لما أنا كنت جايتك شفتها بالمطبخ وقفت أسولف معاها. وعسى ما قلتي لها اني رح دارها. ادري يا بعد عمري ادري، ما يصير. شلون اعلمها وانا ادري ان اخت ريلي العزيزه قاعده تدبر مصيبه حق شريكتها؟ ما يصير. زين يلا روحي دارك ولا كنت شفتي شيء. انزين ايش رايك بزو تجين معاي الملحق ونقعد ونحط هالشاي ونسولف انا وياك حتى تضبط السالفه، ولا حلفوني حلف صدق ان انت كنتي عندي. يا لبيه ما يطوفكم شيء. يبين بعينك عاد. ليش تبون اكثر بعد؟ ابي سلامتك وابي ماكله كل شهر الله يسلمك، ابي اطبخ بروحي بالبيت. يا اختي خدوج ذلتنا على اللقمه اللي تجيب لنا اياها وكل عينها فيها، واليوم اليوم طبخين سمك. سمك عساني اسلم على ذيل. بذمتك سمك؟ اي تصدقين سمك. بس تعالي انتي سمك ما يصلح لك، انتي ناسيه انك تنسين. شوفي الحين اللي طلعنا ويا مو بالمطبخ بروح نجيب لي صحين بودي عندك بالملحق. زين ولا يا ابو غداكم اكل لي لقمه. شلون يعني السمك يبين ترى ينقص؟ ابي سمك لو عيش كافي تطلع روحي من هالنسات. بسم الله عليك بعد عمري الخاطرك. تفضلوا يما تفضلوا، حياكم الله. يا هلا وسهلا. شوفوا يما كاهو هذا هو المحل شيء ويعجبكم ان شاء الله. يبا 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 لحظه لحظه، انت شايفك الحين؟ يبا انت شلون بتأجر المحل حق الغريب وانا قايل لك اني ابي جايب المحل باجر علشان استفيد منه؟ انت اذا اخذته شو استفيد منك الحين؟ يبا ترى والله تصدمني، اهد الديره واسافر مره ثانيه. لا 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 تهد الديرة ولا شيء، انت لا تعقد الولد وانت عاد روحك منا وفينا وتقول انا جد عيالك يوم انك ما بقيت المحل. ليش ما عطيتنا اياه؟ يعطيك اياه؟ ليش هو محل ابوك عشان يعطيك اياه؟ انت مالك شغل، انت خلك مع طلولي لا تعقده، ترى اذا تعقد ما تنفج عقدته مرة واحدة. اي عمي قول له قول له بسوي محل موسيقى راح تستانسون كله اغاني وطقطقه
صبح وعصر وليل تستانس يا عمي صدقني. انت مالك شغل واغلب وجهك انت وابوك. يلا اعطوني مقفاكم خل نشوف هالحبيب هذا الاخو. انت ايش بتسوي الدكان ان شاء الله؟ محل ذهب. ايه هذا الشغل العدل. يلا يبوا توكل على الله واشتر من الحين. من الحين اشتر توكل على الله. ترى خوش محل والسوق كله ما فيه ولا دكان ذهب. بتصير انت الوحيد الداخل والطالع بمرك. يعني حضرتك مستانس الحين؟ ايه هذه الشغله الحلوه. مجابل الذهب ولا مجابل وجهك ومتوتك وشارك؟ لا يا يبا ترى اهد الديره واسافر وبعدها معي. لا حول. والتالي معاك؟ ابي المحل. زين ومن من ناخذ الاجار؟ مني يا يبا صدقني بعطيك اجارك وفوقه مليون بوسه. بعد ايش تبي يا يبا؟ يا ابو طلال الله يطول لي عمرك لا تكسر خاطر الولد. يكسر خاطر الولد انت شكو؟ وش دخلك بين الابو وولده؟ وطلال ترى هذا بورطك بس علشان يبيع المحل بورطك. وطلال ولدك ما يصلح للشغل. هذا طلولي هذا مال تمشي الحدايق مال تنتا مال لنج. ايه اما دكان والله من تقابض منه ولا فلس حمر بهالشوارب. وطيعني لا تسمع كلامه لا يوزك. ما عليك منه ما عليك منه طيعني انا. ترى ولدك مو بس بيتعقد ولدك بيصير كور مخلبس. طيعني طيعني يا ابو طلال. تعال المكتب نتفاهم. يلا يبا يلا الله. روح روح وياهم ترى الله ياهي بتصير سعقرة من صباح الله خير وبتشوف يا ابو خالد. يعني تنتقم مني؟ يصير خير. بشر بشر شوفي بارك الله فيك اذا جو العيال حطي الغداء ان شاء الله. تعالي تعالي ايش فيك؟ ما فيني شيء. ما فيك شيء تبكي مني وما فيك شيء؟ انا ابو خالد مستحي اقول لك ما ادري. لا تستحين انا رجلك قولي. تذكر التكوك اللي جبت لي بالذهب؟ الذهب تكات الذهب. ايه ايش فيهم؟ واحد منهم امباك. امباك؟ من يبوك؟ ما أدري ما أدري. شو؟ أنا ما حد خذهم إلا خالتي خديجة. شفت بخالد أنا ما قلت أنا ما حطيت بذمتي وعدتهم تحت. معروفة هذا اللي بتقول أنا بالنهاية. يا حبيبي يا يما يا ويدي سلم عمرك أنا ما قلت شيء أنا ما اتهم تحت. أنا وضحت السالفة والأمر متروك لبوك. أقول أنت طلعتي من دارك اليوم؟ إيه طلع الظهر يعورني بعد تدري حامل رحت عند مرت اخوي داين الظهري قعدت عندها ساعتين ثلاث يعني اللي بوك يقدر يبوك وقت طويل. خديجة 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 يبا انت ليش للحين تصدقها؟ لأن بزع ما عمرها شذبت. ايش لا ما شذبت يمكن غم عن الكذب. الله يسامحك يا خالد الله يسامحك يا وليدي. خير خير ايش فيك ابو خالد؟ انت دخلتي دار بزع اليوم؟ لا ليش؟ اسال جاوبيني. لا اليوم ولا غير اليوم انا وقتي كله بالمطبخ يا ابو خالد. هيا الوين مضاعدها؟ طلعت لهم الرجول قاموا يمشون. افا يا ابو خالد انا خدوج الله يهداك تتهمني بالبول؟ لا مالك حد. امشي امشي يبا انت مصدق خالتي لو عندها تعطينا ما تاخذ؟ خالتك لها سوابق سوابق بالبول؟ لا بالكلب. واللي يجلب يسوي كل شيء. الله يسامحك يا ابو خالد. واخري لا ابو خالد ولي سلم عمرك. لا لا ترى ما ارضى. الله يخليك ابو خالد طلع من الغرفه لا تدور. يكون وايد طيبه. عيل كيفكم انا بروح داري وانتم كيفكم. هاي الماريه هذه الماريه يبا أكيد بنزل اللي حطته. بنزل اللي حطته؟ إيش دراك أنت؟ قولي لي شلون وصل دارك هذا؟ والله ما أدري أبو خالد والله ما بنت ولا فكر أبوك. أنت ما أنت مقصر علي بشيء. ماني مقصر عليك ها؟
ويوم اني ماني مقصر عليك حق تقولي لابوك يجيب لك اكل لبيتي. ابو خالد صدقني انا ما طلبت اكل ولا بكت. الله يجازيك يا بزه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اعترفي احسن لك، ليش بكتي؟ محتاجه ولا حاسدتها على ذهبها؟ صدقني ابو خالد لا كذي ولا كذي، انا مالي شغل. يبا الله يخليك، انا متاكد ان بزه لها ايد بالسالفه. انت كل معايا خديجه، هذه البوقه طلعت بدارها مو بدار بزه. وانت انا بوريك مثل ما وريت ابوك، لا اوريك. وسمعي، من يجي يوسف خلي وديك بيت اهلك. اشوف وشتي اشوف واخي. والله حاله ما تصير سالفه البوقه هذه الا وقت الغداء. يا خلاص شو اقول لك يا خلاص يا خلف، سمك نقارير الوحدة هالكبرها يا خلف. الله زين، أنا عندي حل. إيش رأيك أروح أقول لها أنا اللي بايق علشان تنفر السالفة ونتقدم؟ أنت مينون؟ مينون أنت؟ إيه علشان تصير طردتنا وطردت الكلب واحد. لا عيوني لا، امشوا داخل الحين، أكيد بس تجيب لنا الغداء. خلاص أروح أشيل دقن ورعيبة. يا عفية على بنت أختي هدية، والله أنا شاطرة. أصلا طمي الخبلة، تبون يقولون عنا احنا اللي بقنا؟ لا عيني لا لا حبيبتي لا، امشوا دشوا داخل، احنا حط لكم شاي وخبز وسيديعكم. اوه انا بتغدى وانام، وراي دوام. وراي دوام؟ اللي يسمعك يصدق وراي دوام. ما تستحي على وجهك تلقط قواتي والطول تقولي وراي دوام. يلا امشوا لو وعتي شبتي انت وياها. دش داخل زين، دش داخل. والله يا بعد عمري كله غاثينك ومكدرينكم ضيقين خلقك. انا ما ادري متى بترتاح، تي تعبان من هالشغل خنت حيلي، وتلقى المغسه قدامك لا حول ولا قوه الا بالله. انت لا تهتمين ولا تكدرين نفسك، وانا بعلمك شلون اربيهم. لا يا خلف، طوايف هذا لي حال، انا ما واخذهم، انا واخذ هذيك انها قال يا رب، هذيك هي اللي منقله قلوبهم علينا. ولا هذا لي حال، أنا ودي أسوي الشيء اللي يريحهم، ودي إنهم يرتاحون يفرحون. ما بيك تكدر وتكدرهم. بلا هم ما يعرفون قدرك هالطبول هذولا، لكن هين إن الله سلمني. ما علي أبو خالد، مردهم بيعرفون الزين من الشيء. قوم يا بعد عمري، قوم غسل يدينك، خل أحطك الغداء. إيه حطي غداي مع الأولاد، لأن الغدا سمك، وانت يا بعد عمري ما تحبين ريحة السمك. الصبر الصبر، ما علي إلا الصبر. كلش ما أحب ريحة السمك، ما أحب ريحة السمك. ساعتي شاهدة لا السمك ولا البصل ولا البقل ولا الرويد ولا ريحة الشاي، ما أحب كلش. ساعتي شاهدة قومي بخاتكم، قوم بالعدال 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 بالعدال. حتى الشاي ما تحب ريحته، لا حول ولا قوة إلا. قالوها بالأمثال، قالوها الأولين، قالوها. قال إيش حادك تاكل مع خديجة؟ قال حمال بزة. سمك هذا لو دزيته لهم ايش دعوه بيخلوا لي؟ والراس واي لا اشيله. هاي يما طاح الغداء؟ طاح. سمعي، تاخذين هالصينيه تودينها حق عمك وعياله. والله كلها لهم. والله اكبر من عينك، شنو بعد حلاله وناشبه عليه؟ حلاله ما يشبع. وديها وتعالي ودي هذا حق العائلة الكريمة، خو هذا لازم، إذا ما حطيت هذيلا يزعل. زين يما، الرأس هذا حاطته هني ليش؟ من حقه؟ حقي مو شغلك. يلا يلا زين. وش سم تحبين ريحة السمك؟ عيل هذا من حقه.
هذا حق أبوك يعني قد عشاء بالليل يتعشى بالليل حق الوالد. أبوي ما أكل عيش وسمك بالليل. مساح شفت قمر الزمان شايله صينية من حقه. هذا حقكم غداكم. على هذا شنو؟ بصل وعيش وخبز. قد العمال حق منو هذا؟ حلوك لك وتتطنس. هذا حق بيت أخوي. أخوي وعياله يحبون كلو سمك يأكلون وراء بصل عن الطعم عن الزفرة يحلون في البصل. أنت قاعد تسألني ومناشبني إيش عليه؟ بس بعرف حق منو. كلها لقمة عيش وراس. مناشبني عليهم ليش؟ روح حبيبي روح روح غداك لا يبرد. السمك مو حلو لا يبرد. خلتي غديرة. يلا قومي تغدي. ما بيهم تغدي انت وعليكم بالعافيه. خالتي خديجه ترى انت تدرين ان احنا ما نقدر ناكل الا معاك. سامحوني يما ما اقدر اتغدى. لا يعجبني. هاي خلاص تخلص عن الزعلات ونروح بيت خالتي ام حمد. انت من صدقك تبين عمي ابو حمد يوقف قلبه؟ والله عاد كيفه يوقف قلبه ولا ما يوقف. احنا رايحين حق خالتي مو حقه. يا الخبله هذا بيته. يما ماكو داعي كل ما زعلنا من بيتنا نطلع منه. اللي يصير في بيتنا يما المفروض ما حد يدري عنه. هي خلاص هل قومي تغدي معانا. يما تدرون ان ابوكم زعلان مني ما اقدر اجاوب له على الوجبه. ايش رايك نلبس الغدا لما هني؟ لا حبيبي تغدى انتو واذا زاد اكل العصر. لا غدات يبه مشيول وزاهب. من اللي شايله؟ بزه من رخصتك شوي. خالتي خديجة المدرسة يبون مني شنو بدراعة؟ صار يا بدرية باكر أنا أشتري لك البخنك والدراعة خيطها لك ما قلتي لي متى يبونهم؟ خالتي لله قالت عقب باكر. باكر يكونون عندك. خلاص باكر أترخص من أبوك العصر ونروح نشتري البخنك من سوق الحريم والدراعة أنا عندي قطعة خام حلوة بخيطها لك. مشكورة خالتي. صج؟ هذا اللي شايلته لي بزه؟ ايه هين لو ودها ما تاكلين. عيل هذا منين؟ هي مو تقول التنسه ما تحب ريحه البيض والسمك؟ تقول عيل ايش حقه شايله هالصحن بتخشه بالمطبخ. وشلون اخذت عيل؟ اخذته وهي ما تدري الحين تموت قهر. احسن مثل ما قالت خالتي. تفضلي خالتي. يلا بدريه ما نبيها تحس لما يخلص الاكل كله. يلا ابوي ناطر. أبوك غداي؟ صب الشاي يا معلي ونادي لعيالك. خير إن شاء الله. أشوفك اليوم تسأل عن عيالك. من وين طالع الشمس؟ تفضل يا أبو علي. نايمين إيش تبي فيهم؟ قوم يا نايمين يا يلعبون ليش ما يدرسون؟ يرتاحون لهم ساعة وبعدين يدرسون. شلون يدرسون الحين وانا باخذهم معاي علشان ينقلون الاغراض؟ الله يهداك يا ابو علي انت استعجلت مكانك زين. وين زين الله يهداك وين زين؟ نحشوا الناس من محلي وانا طول النهار قاعد وكش الذبان. المحل الجديد زين؟ ان شاء الله زين زين. يمي دكانين يبيعون تمر وواحد رايدين ان شاء الله زين. ان شاء الله ان شاء الله. وما بيصير العصر الا وانا ناقل الاغراض من غير ما يحس ابو خالد. ومن باكر بمر عليه وكل يوم اتشمت فيه. يلا قومي روحي نادي عيالك. ان شاء الله. يما قولي حق زادك
اشوفك هالمرة تبينا ياخذك. الله اقرب حبيبتي، اصلا انا احلى منك. هاي ترى ما قم قص لسانك. شاف انت شاف، شد حنجك عم بعينك وعين حنجك، كل تبي لا تحكي. يمه متى يصير البيت هذا حقنا بروحنا؟ ان شاء الله يمه قريب قريب، وبوك دفع العربون بس باقي التسجيل. وتفخرين عن شيال، انا لو هذول عيالي اذبحهم وازرع فوقهم جد. على طار الجد، شفتين عيتك عندها اكل ولا لا؟ انا ودي لها الماكله كل شهر، بس هذا اذا مو ماكلينها الحين هم. مثل بعض الناس كانوا يوعونها ياكلون عشاها. ردينا على سوالف قبل. قوم انت يا ثور، قوم تحاكيك حاكيك انت عفوت. قوم قوم صلبك ان شاء الله. قوم ايش انا ايش دايمين عمتي؟ قوم روح عندك كالي بالشعير. حق من هو؟ حق امك. ها شنو؟ يعني من اللي بياكل الشعير؟ حق ان عيالك ما يقدر تودي لها. ايه اعطيني البيزات. هاك يما وانا قاعد. جيب لي شبتي، جيب لي بدينار، وانا حاطت لي ميزان لان اعرفك محرمة انت وابوك وعليك. اعطيكم الشيء تبونه ناقص. زين اللي يبقى ناقص لا انقص مني. زين عمتي زيدي شويه بشتري حلول. زين يما اعطينا، انا بعد راح اشتري علج. وانا حمامه عمتي احبك. انا عمتي احبكم القراده كلكم. اسمع، هذا نص دينار، هو 100 وانت 100 وهي 100، ان جبتوا اكثر لعلي. يبي الصبح ابو خالد مهني. بالله هذيل ولدوا بالليل، ايش بتسوين؟ اي ما يخالف يولدون بالليل، بس انا الصبح. هي ما تفرق كم ساعه، بس خوفك ان فيها حال الساعات عندهم تفرق، يوم مغط يصير هالطوله. الله يستر. ابو فاضل خير؟ اكو مره تنسى بسبعة اشهر وهي حامل سبعة اشهر التنسى؟ والله يا ابو خالد الحريم اشكال والوان. ايه يجوز، ليش لا؟ ها يعني شيء عادي. ايه عادي، بس عسى ما متنسيه فيك. متنسيه فيني وتقول لي ليش افكر وكلها سرفة؟ اربعة اشهر ما تواطن تقعد معاي ولا تذوق اللقمه معاي، ولا من ادخل تلثمت وسدت خشمها وانا ابتلشت، وانا ما اقدر اصبر يا ابو فاضل. يا ابو خالد هذا مو اول زواج لك، الله يهداك. اللي سمعك الحين يقول هذا قشيب. يا اخوي اكو حريم لا تنسوا، يهدون بيتهم ويروحون بيت اهلهم، ما يواطنون الريال بعيش الله. لا هي اقول بدريه. نعم العاد الحامل يصير بطنها مكان واحد صح؟ صح، بس في واحدة مره بركبها مره بظهرها. انظر سوارم ما يصير، راح اتوارم. الله ياهي كذابه، ما ادري شلون ابوي يصدقها. قطيع الزواج يسحبنا ولا احنا نحبها. ايش فيك ما نمت للحين؟ مقهور. شلون انام؟ ايش منا مقهور؟ تصوري تصوري الغلطه اللي غلطتها، خلتهم يعاملوني كني عامل، ما كني شريك معاهم. انت الله يهداك، زين اللي خلوك من اولها، خربت الشغل وخربت علاقتك مع الناس وغرمتهم مبلغ شكبره تعويض عن الخراب والاهانه حق الناس، وانت يلا مشاركهم كم فلس. ايه بس اسمي شريك، حاط فلوس ماني حاط طعام. لو فاتح محل بروحك مو احسن لك؟ كان الحين عالجت اخطائك بنفسك بدل ما تهاوش وياهم. تصوري يوسف هذا يصير علي انا مدير؟ يوسف ما عنده النظره المتعاليه، بس انت ترى والك كذي. مو منه، من هالدعله ابو خالد هذا. ها عاد دهله ما دهله، ما حد طقك على ايدك، انت اللي ركضت وراهم. اصبر على ما يجيك، تصبح على خير. بس
هذا اللي عندك؟ إيه بعد شو اسوي لك؟ انت لو معطيني هالبيزات ومسافره فيهم الهند ولا الخليج وشايله فيهم شويه هدوم جايبتهم هني وبايعتهم على الناس مو احسن لك؟ يا حبنا حق التقليد. هذا مو اسمه تقليد، هذا اسمه تحسين الدخل، بس انت الله يهداك ما تبي الا الرزه، شو اسوي لك؟ تصبح على خير. ادخل الدار تبكين، ما تقولي لي ايش فيك، ما تعلميني ايش فيك. ما فيني شيء. شو ما في شيء مني وطنيك تبكين؟ ابو خالد واللي سلمك طلعني من هالبيت. افا اي بيت؟ هذا بيت مرتك وعيالي. وانت مرتي وام عيالي ان شاء الله بتصيرين. لا هذا بيتهم، انا مالي شيء. كل يوم خدوي قاعده تعايرني وتقول لي انت مالك شيء، انت اول وتالي بتطلعين من البيت. يخسون ويعقبون، من اللي قال هالكلام؟ خديجه وخالد ذبحوني اليوم، مو بس اليوم، كل يوم يا ابو خالد. وانا تدري فيني ضعيفه ما اقدر ارد عليهم ولا بغثك. انا شاريه راحتك ما بمغثتك. عاد اقول يعني إذا أنت ناوي تسوي لي شيء، تسوي لي أنا وعيالي اللي بالطريج، يعني ظناي اللي بالطريج، جزاك الله خير. يعني هذا فضل من الله ومنك، يعني أنك تحمينا بسم الله عليك أكبر عمر الطويل. بس يعني أنا أقول لا يدرون، تدري أنا يعني لساني مو طويل ولا حرك الرابضة، يعني بيني وبينك، خلى بيني وبينك. بيني وبينك؟ يعني ايش تبيني اسوي؟ ما ادري. واذا ما تبي هم انت ملزوم، انا بس حبيت اقول لك انا معايرهم. كل يوم كل يوم يعايروني، كل يوم ذاليني. شو اسوي يا ابو خالد؟ انا الحمد لله انا قاعده ببيتك، صدق اني قاعده يعني مهانه، معذبيني مخانقيني مسمعيني حجي يجرح، لكن اسمي قاعده ببيت ريلي ما دامك حي. عسى الله يخليك ويطول بعمرك وعقب عينك. شو اسوي بعد جري ببيتي صغير، بقعد انا وظناي ولا نقعد تحت رحمته. يا بزه انا قايل لك بسوي لك كل شيء، ولا تهتمين يا بزه. اي صدق، بس ليش انك ما سويت شيء لما الحين؟ ما اقدر ارد على خديجه. ما يصير خاطرك الا طيب يا بزه، هالاسبوع ان شاء الله نخلص كل شيء بعد عامرين. اي الاسبوع الجاي يمكن اكون والدك، يعني لو قبلها بيوم يومين كذي حتى يصير مع الولاده. يعني هذا اذا بغيت، انت ملزومه بعد عمري، انا يهمني راحتي ما بغثك. صدق؟ يعني خلاص بنفتك من انساج؟ اي ان شاء الله ان شاء الله. وشوفي يا بزه، ما دام هذا حمالك وهذه نساتك ما نبي عيال. اي لا كافي اثنين. شنو؟ اثنين؟ لا يعني اقول اذا الله قسم لي ويبت توم فالحمد لله يعني كافي اثنين، بس اذا واحد بعد شو نسوي؟ هذا امر الله. اثنين انت اثنين وهذه كتيب اثنين بعد، انت يمكن اثنين يهونون، لكن اللي بتجيبهم خديجه ادري فيهم، كل واحد كديش بالطلعه. انا والله ما ادري افتح روضه، اظنتي تصبحين على خير. وانت من اهله ابو خالد، اذكرك الاسبوع الجاي؟ شو تذكريني فيه؟ في مساله البيت اذا تبي، يعني سالفه البيت اذا تبي. البيت ان شاء الله الاسبوع، نص الاسبوع الجاي خالص وكل شيء عندك، تصبحين على خير. على بابك يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله. السلام عليكم. عليكم السلام، حي الله أبو خالد. صبحك الله بالخير أبو فاضل. خير. لا تنسى الريوق، ترى ميت من الجوع. أه
ابشر بالخير، ابشر بالخير. ما زيد خنان يعني. شدعوه. هنشوف. شفت هذا اللي يطق الطار هني، اللي يطق الطار هذا الطويل الهجل؟ شفته والله لوني بشدتي لقطع عالي على راسه. لكن اولاه ما علينا، ترى ابو علي سواها وباع الدكان وابتلشنا في هذولة. لا بالله بعنا واشتغل السوق. امشي امشي امشي، شوف لنا صرفه. الحين انت ما تقولي ليش عندك على هالصناديق هذه كلها؟ مو شغلك، واي شيء غالي عندك بتحطيه بهالصندوق، وما ابيك تعلمين احد. دادية وينكم؟ شوفي سوي نفسك انت مريضه. مريضه؟ بسم الله علي، ايش فيني مريضه؟ اقول لك تسوي نفسك مريضه وعيان اياش تطلعي من دارك. هدية. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شنو راكب في الباب؟ لا لا هو حطيت الخياش ورا الباب. زين نايمين؟ لا نايمين، ايش حق ننام؟ اختي مريضه وطول الليل سهرانه معاها، ونايمه مريضه ومقوره بعد. تعالي تعالي، هاي داري داري ادفى. تفضلي تفضلي. زين قولي لي اختك فيها مقوره؟ ما ادري ايش اقول لك. تحكي قولي ايش فيك. ايش بقول لك؟ طلعوا الناس هذول مو كفو، يبون يفشلوني معك. لا هذه ما فيها فشيلة، هذه فيها خراب بيوت. قولت حجي. لا ان شاء الله بيعطوني، بس هم فشلوني. هم ما عندهم ثقة بحد، يبون فلوسهم كلها مقدم. شلون مقدم؟ مقدم احنا باجي لنا وايد؟ لا ما باجي لنا وايد، هي قاعدة تحس بعوار والثانية وراها. الثنتين يبون؟ الثنتين يبون، حسبي الله عليهم. يا ربي ومين يجيب لك هالفلوس؟ شو تسوي بعد؟ قضبونا من الايد اللي تعورنا، وانتي من وين تجيبين عيال؟ لازم نعطيهم. وهو ايش كثر اللي باجي؟ 300، كل واحدة تبيع 150. يا ويلي، يعني 300 دينار. تهونين؟ لا، اهون. اهون عقب ما ورطت روحي. عيل شلون؟ والله ما ادري، خليني افكر. شلون يا ربي شلون؟ والله محتارة. اخاف الريال يطردنا، وبعدين وين اولي انا وعيالي؟ شوفي عذر ثاني عاد، مالي بالقراده. ما كل هالسالفه، اي عذر ثاني ما يمشي. ايش قلت؟ افرضي نشدني من اللي طالبني، شو اقول له؟ واذا قال نادوا الريال وانا اعطيه بيدي، شلون؟ اي صدق هذه طافتني، شلون؟ زين من عندنا؟ تدرون؟ خلنا نقول حق سعدية تدبر لنا واحد، أو لا فلاح. فلاح ما يرد لي طلب. اسمع، أبيك تروح الدورة وتيبه وأنا أتفق معه. ردينا حق بالسخول عدالي المهندس. والله يا ريال إنك بتجيب لنا الحكي. روح روح دور على الريال، خل نخلص من هالموضوع. اسمع، إذا لقيت أجيبه ودزي العاجل هدية تناديني. أقول شباب، تحبون تسمعون أغنية معينة؟ ترى كل شيء موجود، غربي عربي إنجليزي اللي تبي موجود. يلا عاد عطنا مقفاك وانجلع انجلع. لا بارك الله فيك ولا في أبوك اللي عطاك الدكان. ولا بدأ يغلط على أبوي وهو قاعد في محلنا. معلكم ما تخسل لنت. أنتوا ترى اللي بس اليوم ومن باكر بنطردكم من هالسوق طرد الكلاب. أنتوا هالثورة لبتر هذا اللي وياك. شفيك انت يبا شفيك؟ ايه 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 خرعت الولد شفيك؟ عندك شغل؟ لا لا تحت امرك. عقالك زاهب؟ ابو خالد ابو خالد ابو خالد يا ابو خالد اقعد زين، خلهم يولون. تحط حالك حال هالزعاطيط هذولا. قوم 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 بس، خل الصبيان مجابلين المحلات وخل نروح احنا السوق ما ينبغى. امش امش امش. أعوذ بالله أمش منك يا ابليس. وي يا الله
بارك فيك يا خلف، لا بارك فيك. هذه سالفة تسوي؟ ايش فيك؟ ايش فيك تحاكي روحك؟ ها؟ لا لا ماكو شيء، ماكو شيء. قاعدة تحط مين بلزة تقولي لي ماكو شيء؟ شو اقول لك يا ابو خالد؟ سالفة تفشل. تفشل؟ ما تقولي لي شنو اللي تفشل؟ شكلك اخوي، اخوي لا بارك فيه. اخوك؟ ايش في اخوك؟ شوف ابو خالد، انا بقول لك قدرت تسويها كان بها، ما قدرت راسك سالم. اهم ما علي انت وهو كيفه بالطقاق حتى لو ينسجن. اخوك خلف؟ ايش فيه؟ ماني قادر اقول السالفه. قولي قولي، لا تستحين، انا ابو عيالك ماني غريب. خلف شاكي؟ لا مو خلف اللي شاكي، واحد شاكي على خلف. افا وليش مشتكي على خلف؟ هذه سالفة من زمان يا ابو خالد. شنو السالفة؟ قوليها. ياتنا ايام احتجنا وايد، وكل انسان يحتاج. عاد قام خلف تسلف من واحد صاحبه فلوس، زين، ويمعهم مسكين قصر على عمره قاعد يجمعهم انه يردهم له متفقين على موعد. قام خلف خانت حيلي، خذ لك هالفلوس وراح يركض بيت الريال ولا مغير عنوانه. ورد ضايق خلقه ومتكدر ويبكي وما اكل، وين القى الريال حتى اعطيه فلوسه؟ الامانه تدري، بعد الامانه الحمد لله ما نام وبذمتنا شيء. قعد تمت مرت الايام غيرنا احنا عنوان. عاد شافه بالسوق كان يقضبه من بلاعيمه، قضب خلف وخونه، وهذا اللي مضايق خلف مسخن الحين. مسخن ليش؟ انه ما يحب احد يخونه، ما يحب ياكل حرام كلش، وهذا قضبه قدام الناس وخونه. ابي فلوس. قال يا ابن الحلال سامحني، بطيت عليك بس مو ذنبي، انا جيتك بيتك انت بغير ابدا، دق بريله ابي فلوس اليوم المغرب ولا شكال. وكم هذا يبي منه؟ حسبي الله عليك يا خلف، حسبي الله عليك، شارك مفشلني بزه. كم عاد؟ يا رب مستحيل، ما اقدر اقول بزه. قولي وخلصيني. هم مي طالع من حلج الكلمة. هم 300 دينار. دقينا الوتد ثبتنا والحظ خ